السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم الأحد مباشرة من شارع علال بن عبد الله، الشارع اللي كبطنا من مدرسة الموحدين في اتجاه الهرهورة. كما كتشوفوا معنا هنايا كنشوفوا الرصيف بدا كيبان الخاص بالراجلين، سواء هنا في اليمين أو أقصى اليسار كما كتوضح الصورة. الطريق اللي كانت كتطلع لنا سيارة وحدة وكتهبط لنا سيارة وحدة في الوقت اللي حنا دابا شادين اللي من ديالنا، وكاين فين يدوزو جوج طوموبيلات اخرين هابطين، وكذلك في الاتجاه الاخر. فالحمد لله انه بدينا كنشوفو تغييرات مهمة في مدينة تمارة، والصورة الحمد لله غنية عن كل تعليق. لكن بغي نأكد لكم ان ممكن الطريق الناس مبلاصين في اليمين واليسار، وجوج السيارات هابطين وجوج طالعين، يعني الطريق توسعت بواحد الشكل اللي هو مزيان. وهذا ما يمكن لنا نفتخروا بهاد التغييرات اللي كاينه في مدينه تمارة، الحمد لله، اللي غتحيد لنا بزاف ديال المشاكل. فالاشغال متواصله، بدايه تركيب الاعمده الكهربائيه اللي الحمد لله راه اشتغلت دابا 3 ايام هذه. كنتمنى من الله على ذكر الاناره انها تعمم على المدينه كامله، لان المدينه من غير هذه الاناره هذه راه ما كاين والو. داكشي الله يدير شي تولي الخير. الحمد لله مع السيد الوالي اليعقوبي ومع الوجوه الجديده في المجلس الجماعي ديال تمارة، الحمد لله التغيير كاين بغينا ولا كرهنا، هذا هو اللي كاين، التغيير راه كاين الحمد لله، الامور تيسرات. ربما ندير واحد المقارنه بسيطه في مجالي السابقه، الامور واقفه هاد المره، لا كاين شويه تغيير الحمد لله، كاين تحركات، كاين امور اللي هي مزيانه، ما يمكنش ننكروا كل شيء، هذا هو اللي كاين. حنا كنتواجدوا في الجنبات ديال مدرسه الموحدين الابتدائيه، غادي نحركوا المسار ان شاء الله للقدام، وانا تبارك الله غادي تكون تغييرات كبيره في هذا الاتجاه هذا كما كتشوفوا معنا. باقي الماتيريال محطوط هنا وباقي السلع محطوطه هنايا، غادي تكون تغييرات كبيره ان شاء الله. الناس راه باقي خدامين، الطريق ولات كبيرة. يعني حتى واحد التساؤل كان عندنا، واش الأمور غادي تبقى هكدا هنا لتحت؟ فالحمد لله الناس راهم تفاعلوا بواحد الشكل إيجابي، وشفنا واحد السور اللي كان خارج ومضيق الطريق، فالسور رجع شوية. أنا كنشوف بعض الإخوة اللي خدامين هنايا كيقادو الحساب ديالهم، هاد السور هذا حتى هو غادي يريب وغادي يتعاود غيدخل شوية كما كتشوفوا. الطريقة هذه راه مسدودة الإخوان بحكم باقي عندنا الأشغال هنايا، وجاي واحد عملية هدم كبيرة ديال هاد القنطرة هادي. الأشغال راه كاينة اليوم الحد، اليوم الحد راه كاينة الأشغال، الإخوان خدامين الله يسهل عليهم، هذا هو اللي كاين الحمد لله والشكر لله. كاينة واحد الخدمة كبيرة اللي كدار، سيدي محمد الشريف، وخلف سيدي محمد الشريف عندنا ولاد الطاع الغربية. في انتظار ان شاء الله تشوفوا الاشغال غادي على طول هذا الشارع هذا، وكنتمنى الله تكون في القريب العاجل. إذا توسعت هاد الطريق غادي يوليو يعتمدوا الناس بزاف إن شاء الله، وغتكون واحد الطريق اللي مزيانة. كنتمناهم الله الخير والتيسير يا رب. الخوت مبقى لي غير نوليكم تهلاو الله وليا في راسكم، ما تنساوش ديروا لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.